السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كورس تأسيس الإنجليش من البداية. الكورس ده زي ما احنا عرفنا مش مطلوب مننا ان احنا نعرف أكتر من الإنجليش ألفابيت. هما 26 حرف، كل حرف له اسم وليه صوت. اسم يعني نيم وصوت يعني ساوند. وصلنا لحرف الجي. What is the name of this letter؟ جي، اسمه جي. What is the sound of the letter جي؟ ج ج. يبقى الجي بيعمل الصوت ايه؟ ج ج ج. So G makes the sound of g g. G says g g. G is for girl, g g girl. G is for goat, g g goat. وgirl يعني بنت، وgoat يعني معزة. زي ما انت عرفتي، هتجيبي ورقة وقلم لابنك، يكتب حرف الجي، يحفظه، يحفظ اسمه، يحفظ صوته، والكم كلمة اللي بيبدأوا بحرف الجي. وأشوفك إن شاء الله في حرف جديد من حروف الإنجليش ألفابت. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.